بسم الله، طالع من الفندق. نمت البارح هنا في النورث كاب في هذا الفندق، وطالع ان شاء الله رايح بشوف لي كابينة قريب من الموقع الكرة الأرضية. هذا النورث كاب فندق غالي ذا، ب 630 ريال، 640 ريال. السلام عليكم. دباب واقف ورا الفندق هناك. ضباب وغيم وبرد، وما أدري كيف الناس اللي هنا كيف يسووا في الشتاء. ضباب، أمس وصلت كنت بروح أصور عند الكرة الأرضية هذه واللي هي النورث كاب وآخر العالم، فضباب ما تشوف شيء، فلعله انجلي هذا، انقشع الضباب. صور صورة كذا محترمة بالدباب هناك إن شاء الله. بسم الله، هذول الظاهر جايين من الكروز، لأنه في الحقة لا مشيت أظن زي العمارة هنا تجي لها 15 دور ولا 20 دور. ف ان شاء الله الان محرك ل رايح للنورث كاب، تقريبا 7 كيلو من هنا قريب. شوف حتى على دراجات هوائيه يجوا هنا. اليوم شكله بخيم، الفندق هذا غالي حقيقه، فشكل الظاهر اني راح اخيم. بس الجو بارد، شوف الان 11 في الليل، تنزل 4 درجات 5 والله ما ادري كم، يعني برد قارس حقيقة. هذه المدينة جنب الموقع اللي هو النورث كاب، هذا اللي لو دخلت كتبت النورث كاب الرأس الشمال في النرويج، زي الكرة الأرضية كذا ونهاية العالم ونهاية عند البحر هناك، نهاية البحر. البحر له اسم، بحر أوتيلس أو أوتيلس أو ما زي كذا. فهذه المدينة قريبة، 7 كيلو تقريبا، مدينة صغيرة كذا حالمة حلوة على البحر ذا المحيط، شيء جميل. بالنسبة للصوت يا شباب، في ناس يقولوا لي ما يسمعوا، ما والغلبية ما عندهم مشكلة، فما أدري. طبعا لما تكون يا اخي برضو انت تاخذ في الاعتبار المايك، اكيد جنبي جنب يقول لي وخر المايك عن نفسك، وخر. اذا وخرته في الخوذة دخلته احيانا ما يلقط الصوت زي الناس، فلازم تاخذ في الاعتبار اخي الكريم العزيز انك بتطالع على رجال على دباب ماشي، والهواء ما راح نتخلص منه. ماني في استديو اصور ولا شيء، فعيش معايا الاكشن. شايف هذا يمين كذا تطلع على النورث كاب والنورث كيب، ولا بالنرويجيين نورد كاب يسموه. اغلب الناس عندهم هذه البيوت فانا راح اروح على طول. هذا شكله خلص من الرحله وراجع على ديره ثانيه. والله هذولي كباين، السكن هنا غالي، المنطقة نائية ويجوها زوار كثير في هذا الوقت من السنة. هذا صيف يعتبر عندهم، كيف شتاهم؟ شوف هذا النورد كاب بالنرويجية، 31 كيلو. شوف كيف المنظر البديع هذا حقيقة، سبحان الخالق. ضباب وأجواء رائعة، درجة الحرارة 11، الساعة 12 إلا 10 ظهرا، أو هنا بتوقيت النرويج 11 إلا 10. أصله هنا ما في ليل، ما في ليل، يعني الفرق بين صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 ساعات. ما شفت أنا ليل يعني، ما بس يقدروا تقدير كذا بالساعة،
يعني تصلي المغرب 11، العشاء 12، الفجر 1، زي كذا. هذه أوقات الصلاة فيها لخبطة للي زي حالاتنا كذا جاي من أماكن الحمد لله مستقرة. وذكرني أحد جيت هنا ما عندهم ما في كابينة فاضية. هو كلمنا، هو ذا اللي كلمني أو كلمته ورد عليه اتصل مرة ثانية فما عندهم كباين. قالت لي في واحدة هنا، قالت روح قدام هنا في جنبهم هنا. كويس لقيت كابينة. هذا الريسبشن هنا وفي غرف كباين، وهناك برضو تابع لهم في كباين هناك. شوف هذا مرسيدس وشايل له جي اس وراه. كويس اخذت مني كاش يورو، انا معايا كاش يورو من اول، ما حد راضي يقبله، ما حد راضي يقبل الكاش. ولكن في احد ما يبغى الكاش برضه هناك فيه. اوكي على الاقل هذا ارخص، ذا الكوخ ذا ب 70 يورو. هناك ساكن انا بكم؟ 140 يورو. فالبارح سكنت 70 كويس، احسن من التخييم. وبعدين في هيتر سخان جوا، يعني دفايه، حاجه طيبه. تقول رقم اف، يا ترى فين اف ذا بالماشين؟ طبعا ما فيها حمام الكابينة، الحمامات برا، ما هو مشكلة. هو يعني الواحد فين رقم اف ذا؟ اف 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 يقولوا اف سي دي اي اف اف، هذا هو، هذا هذا اف، هذه اف. هلا رقم اف، والله ما ادري اف ذا فين. شوف اف كذا ضايع، لا يكون اوقف جنب الحرف ذا. بس شوف هذا اي، لا ها مفتاح عليه الغرفة دي، هذا اف. اوكي نوقف الدباب. هذه الغرفة. Hello, good morning, good afternoon. I am okay. Here you have no time. No morning, no afternoon, no night. I think all day, good day, yeah. That's the good expression, good day. I come from Saudi Arabia and we have night. We have a day here. I could not adapt, you know. I need time, maybe. Okay, can I go to the room? Okay, thank you. الله عندهم هنا، أقول لهم ما عندكم وقت أنتم. بس خلينا نشوف الروم كيف. الكابينة. أيوة طيبة يا راجل، طيبة أوي. شوف كيف فيها سخان، فيها تيبل كويس.
الساعة 2:30 الآن، الساعة 2:28 صباحا، والشمس زي ما انت شايف. الفجر كان قبل ساعة يمكن صلاة الفجر، 1:30 1:15. هذا اليوناني تعرفت عليه أمس، وعلى أساس نروح تصور. Good morning. Did you sleep? 4 hours. It's good. Good. Okay. Enough. Enough. Yeah. Are you expecting rain? Rain. Do you have rain? Rain. What is that? سبحان الله. شوف الساعة 2:30 فجرا، يعني افترض يعني الدنيا شمس وما في ضباب ولا في شيء ولا في، وتيجي الظهر ضباب هنا المكان ذا زي ما شفته صورت أمس. ما تدري والله تقول أمس ولا تقول اليوم، كل يوم اليوم كله نهار. سبحان الخالق. شوف كيف واضح الرؤية. أنا توقعت الساعة 2:30 ولا 3 أصحى عشان أروح أصور يكون ضباب ويكون منعدم الرؤية، لكن بالعكس الحمد لله. شوف الكرة الأرضية ذي، المعلم يعني هذا المقهى ده اللي مسوين جنبه دي الكرة الأرضية، وفي مجسم ثاني هناك حديدي كذا برضو للكرة الأرضية، بس باين من هنا هذا المكان الموقع. في الضباب ما تدري فين انت رايح، كان باقي لك فين، خاصة يعني زي ما اعرف الطريق زي الناس، فما ادري يعني ما تشوف طبيعي في الضباب، في انعدام الرؤية، غبار ما تشوف. الوعول هذه قبل شويه فاتني اصورها بكثره الصباح الان، يعني الوقت عندهم صباح اشوف يعني جالسين يرعوا كذا يمين يسار. شوف اهل الدراجات الهويه هنا بكثره. يا الله تصدق يا جماعه، ما الكاميرا ما تبينت، لكن هذول اللي على الدراجات الهوائيه في هذه المرتفعات اللي شايفينهم، اللي شايفين هذه المرتفعات، هذول يمكن فوق 60 65، الله أعلم، ما أدري، كبار يعني كبار اللي على الدراجات، وما هم الوحيدين، شفت غيرهم. وإحنا إذا واحد ركب بسكليت حتى لو إنه 35 سنة سنه، قالوا له يا أخي هذا العيال الصغار، هذا ما هو لك، هذا زي لما جيت اروح على الرحله على افريقيا، كم هائل من الرسائل، لكن اكثر منه حقيقه الرسائل المشجعه منكم، مشكورين يا حبايب. شوف كيف قدامي عالم يصوره. صورت هنا وقابلت الأخ من تركيا، الأخ بشار من تركيا، جاي من تركيا على الدباب هذا، دباب ياماها. Nice to meet you brother. Nice to meet you too. We will meet maybe in Turkey. Inshallah we will see you. Which city in Turkey? Ankara. Ankara. Oh, capital. Yeah, the capital. Yeah. Okay. You see?
I met this beautiful guy, handsome guy. From nice Greece. Have a nice trip, go back. Okay, thank you. You're going back now? Yes. Yeah, I will go back. From Finland. Ah, Finland going? Now straight? Yes. You just take your luggage, huh? Yes. Yeah, for me the same. I will take my things and leave. Okay, that's it. For Finland. No, I'm going to Denmark and Germany. Oh, a long way. Okay. Bismillah. يورو بايسيكل ها جود هذه جايه على بسكليت الحاله انا احسبها بسياره شوف اول جالسه تصور همه حتى القمه شعار ذهبي شوف الكرفانات كيف واقفه قد كثرها الكرة الأرضية هناك الرادار هذا أعتقد ما هو شوف الحيوانات هذه لا هي غزال ولا ما أدري إيش هي ذي وعول هذه وعول لها اسم أكيد نشوفه بعدين صباح ترعى كثير ما لها راعي لها الجبال والمياه ذي و... شوف هنا بكثرة بسم الله الرحمن الرحيم نترك هذا المكان بعد ما قضيت فيه يومين مكان هادي حالم كذا وبعيد نائي في أقصى النرويج الشمال ف طريق العودة ممكن في طريقين ممكن أروح الغرب وأوروبا اللي هو نفس الطريق اللي جيت معاه وممكن أروح من هنا على فنلندا هيلسينكي عاصمة فنلندا من هناك في عبارة ساعتين ونص تقريبا لإستونيا وأدخل هناك في عاد في شرق أوروبا و بالإمكان يعني أوصل إلى رومانيا إلى أن أوصل شو اسمه هذه اليونان تركيا وعاد لو في عبارة منك من تركيا على السعودية لكن أنا حرجع مع نفس طريقي لأنه لا زال فكرة أني أروح المغرب عندي ولكن أشوف يعني حسب المود يعني وحسب التساهيل وحسب كذا شوف إن شاء الله بإذن الله شوف كيف الطبيعة هنا والأجواء هذه ما هي موت بحر هذه مياه المياه اللي تيجي من الجبال تنزل شوف هناك في المياه اللي جاية من الجبال في آثار ثلوج باقي ثلوج فوق
شوف هذولي على دراجات كثير اللي يجوا هنا على دراجات هوائية. شوف هناك زي بيوت الشعر أو زي الأكواخ. على البحر هناك، لأنه المياه هذه اللي تيجي من الجبال بسبب ذوبان الجليد كلها تصب في البحر هذا، محيط أو بحر، والله ما أدري، بحر تلويس اسمه، ما أدري، دور عنه يا شباب. يا سلام، الهواء عليل، درجة الحرارة 17 درجة مئوية. أنا دائما أذكر درجة الحرارة عشان إيش؟ عيشكم معانا الجو. وهذول يا أهل الدبابات، امتحنونا أهل الدبابات، لازم يأشروا كذا يسلموا. طريق العودة هذا الوقت بدري، يعتبر الآن الساعة 8، ما في حركة، وكل الوقت أصله شمس كذا يعني. أحيانا يكون في غيوم، يخيل لك كذا إن الشمس غابت، أو هي ما غابت يعني، الساعة 2:30 شمس، 1:30 في الليل شمس. لما تكون الشمس زي كذا بشكل ساطع قوي، في تطبيق هنا خاص بالنرويج نزلته عندي، اعطاني واحد من هنا نرويجي يبين لك متى يكون غيم ومتى هذا، يعني كله حسب ما يعني علم الله الانسان، حسب حالة الطقس ذا، ف يكون الجو جميل زي كذا. يا سلام، مع هوا الصباح كذا والشمس. بس المشكلة المشكلة حتى والله لما يكون النهار كله نهار، ولا يكون كله ليل في الشتاء. كنت أسمع زمان وأقرأ عن هذه الدول، وبرضو اللي جنبها فنلندا ما هي بعيدة عنها هوا يعني، يعني الواحد ما كان يتصور انه زي كذا يعني وقتك يتلخبط. بالنسبة لنا احنا متعودين على الأوقات يعني النهار والليل، والجبل الأخضر، جبال خضرة، سفوح خضرة وجبال، وكثرة الأمطار. هذا النفق اللي ذاك اليوم طويل فاضي، شوف الآن ما في أحد يعني، ما في حركة كثير، المحلات مقفلة، شوف النفق كيف فاضي. بعدين في رطوبة في الاسفلت، تحس انه تشوف انه كذا في لمعة، في رطوبة، ندى ورطوبة. طويل النفق، ما ادري يمكن 3 كيلو اكثر، 4 كيلو، 3. ايوه، بدأت تنفرج ولا لسه؟ والله في سيارة هناك، شاحنة يمكن،
ذاك اليوم مزدحم الطريق، دبابات وسيارات. لسه النهار بدري ما ابتدى، بس اني انا نايم نمت وكفايه خلاص، تخليني اكسب الوقت امشي. قدامي تقريبا 4000 كيلو طريق العوده. ايوه اشوف النور بدا يطلع هناك النفق. كثرة هذه الحيوان. شوف كيف هذا قطيع منها. هي المشكلة في قرونة هذه، لو زعلت هاي ايش يفكك منها. مي عارفة، مي عارفة فين تروح. وقفت هنا في هذا المكان. هذا الطريق E69 هو آخر طريق تمشي معاه، يؤدي إلى، شوف البحر كيف تحت، شوف الصخور، شيء جميل، سبحان الخالق، سبحان الخالق. يلا مشينا صاحبي، بسم الله. هذا نفق آخر. النفق هذا طوله، مريت بنفق طوله 7 كيلو وهذا أقل منه، أقل منه شوية، هذا 4 كيلو تقريبا، 3 كيلو. بعد ما طلعت من النفق في شغل في الطريق، فشوف حاطين إشارة مؤقتة استنى، وعشان هذوليك يمشوا في تنظيم يعني. حتى المبنى هذا مؤقت شكله. في صيادين هناك في البحر، يعني هو يصيده. ممنوع الدخول بالسيارة يعني على رجلك اعتقد. اوكي، ف اسمع صوت المويه، شكل الشلال من بعيد حلو، وانا اخذ المنعطف كذا شفته، ولكن هنا الشجر مغطي عليه. خليني انزل اشوف اذا في نزلة هناك، يعني هي تعب شوية، واحد لابس البوت ولابس البدلة، كان الجو طيب. هذا نهر آلتا اسمه، أو آلتا. يا سلام الجلسة هنا، وبراد الشاهي والقهوة، شيء. اوه شوف كيف
المويه شكلها مهيب كذا. سبحان الله. هذا يصب في البحر من هنا إلى يصب في مصدر من البلد اللي قبل هذه فنلندا أو إيرلندا. فنلندا قدام شوية كذا كم كيلو مدينة كبيرة اسمها يعني لا بأس بها اسمها ألتا، مريت منها مرور. وهذا اسمه على اسم المدينة تقريبا ألتا، نهر ألتا ALTA. والله طلبت يا ولد جلسة على ضفاف هذا النهر، ها؟ وكاس قهوة كذا، يا سلام. شوف الكوخ ذاك، بسم الله، بند يا ولد بند. اسمع صوت الماء كيف، يا سلام. خلينا ننزل البسطة هنا بس. استخدم هذه تعبيها بحول وتولع فيها، تعبيها بحول بدل الغاز وتولع فيها. اخذت كحول، كحول خاص، كحول سبيرت او كذا، فتوفر عليك غاز. واذا ما ودي الغاز اوريكم الطريقه ان شاء الله. هذه الكحول نعبيها كذا، تقريبا كفاية. أنا ما قد استخدمته أول مرة، نجرب. وبعدين حطها هنا محلها ذا كذا بهذا الشكل، والولع. فين اول شيء نجيب المويه ونولع اول شيء، وهذا زي الايش اللي يحد من الشعله كذا 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 تطفيه. فنولع الان وبعد نستهل سوق. اشتغل الشعلة، ما تبان الشعلة بس مع الموية. خليني أعبي هذه. من النهر عبي من النهر. This good. Okay.
أسأل الرجال يطالع فيه يقول أسأله خلينا نشوف كده. عذبة موية موية عذبة من رؤوس الجبال. شوف الجليد هو. يا سلام. طيب نحط البتاع ذا على النار. سوي لي قهوة عربية. سلام. هذه حامسته المدام في البيت الله يعطيها العافية. شايف لي كم يوم وأنا ما تقهويت، راسي ساكني. ما أدري أنا ساك ولا هو ساكني، المهم إنه له ساكن أنا شيء بس أبغى قهوة. شايفين كيف؟ اديله يا راجل ولا مايك اديله ثاني. ما شاء الله تبارك الله. هذا بالكحول شوف كيف اوقد النار يا شباب. يعني شايف كيف ال مرة آخر حلاوة. حط شوية بس كذا قليل وأوفر من الغاز، بس ما يعني عندنا ما نوجد أظن، ما أدري. مرة أخوي يقول لقيه عند حقين الرحلات.